مئة يوم عدوا على الحرب على غزة وغزة لها ألف عنوان البشر والأرواح التي صعدت إلى السماء والمناضلون على الأرض وحكايات الصغار والأطفال الذين أبيدوا أو الذين يحلمون ويحملون معهم هذه القضية لمئات السنين حتى تتحرر الأرض خلف هؤلاء وقبلهم وبعدهم يبقى صوت أبو عبيدة ابو عبيده هذا الذي ظهر صوته لاول مره بعد يومين من سبعه اكتوبر يوم تسعه اكتوبر بالضبط كان صوت ابو عبيده هناك على مدى مائه يوم خرج علينا ابو عبيده ستاشر مره ستاشر مره كان بيخوض فيها رساله واضحه بهذا الوجه هذا الملثم الذي اراد ان يقول لاسرائيل انتم لا تعرفون من تحاربون انتم ما تعرفوش احنا مين والايام هتثبت لكم ابو عبيده بصوته وبتلثيمته الشهيره اصبح نجما عالميا هو الصوت الاقوى هو الصوت الاوضح لو توقفنا قليلا امام ما قال ابو عبيده او الجمل التي توقف قدام تعالوا نرصد بعض الاشياء اخر ظهور لابو عبيده بجسده كان في 8 نوفمبر 2023 اكتفى بعد ذلك بالخروج بصوته فقط وما أدركوا ما صوته أنه يثير الرعب في قلوب أعدائه وأعدائنا وأعداء الحرية وأعداء الإنسانية أكثر كلمات قررها أبو عبيدة في خطاباته كانت شعبنا العدو العالم الله غزة ده اكتر كلمات استخدمها في كلمات تانيه كانت جمل بتفسر احنا موقفنا فين مع مين زي مع الشعب في غزه ضد العدو نواجه العالم بمعونه الله ودايما كان بيوجه رسالته لمين لاحرار العالم واحرار العالم هنا هو يخاطب الشعوب ولا يخاطب الحكام ابدا لان مصالح الحكام هي التي جعلت إسرائيل في هذه المنطقة هي التي لم تسعى أبدا إلى حل القضية هي التي تتمنى أن تظل هذه المنطقة مشتعلة وسوقا للسلاح وأشياء أخرى خطابات أبو عبيدة شافها قد إيه؟ شافها ملايين الملايين نستطيع أن نقول أكثر من مليار مشاهد تقريبا شافوا أبو عبيدة هي الأكثر تداولا على مدى مئة يوم في خطاب أبو عبيدة بتاع إمبارح قال جملة غريبة شوية ما فهمناهاش قال البقرات الحمراء لدى إسرائيل قد أصبحت جاهزة إيه هي موضوع البقرات دي وجاهزة لإيه بالضبط؟ البقرة الحمراء أو كما يقال لها بالعبرية القديمة بارا أدوما هي بقرة بيستناها اليهود زي البقرة القديمة اللي عملوها العجل من الذهب بقرة من أجل هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث إيه مواصفات هذه البقرة؟ هذه البقرة ذات لون أحمر شعرها كله أحمر لا يوجد فيه ولو شعرة واحدة لها لون آخر لم تحمل ما حملتش لم تحلب ما حلبتش حدش خد منها لبن لم يوضع حبل حول رقبتها. كانت بكر زي ما جاءت في وصفها في القران الكريم ساعه ما ربنا فرض عليهم مواصفات بقره لما كانوا بيتشددوا مع سيدنا موسى، فعايزين بقره بكر ما فيش حاجه خالص عليها. وقد ولدت ولاده طبيعيه، امال يعني ايه يعني عند البقر في سيزيريان بيفتحوا البطن ويولدوه وربيت على ما قال ما يقال انه أرض إسرائيل، لازم تكون اتربط على أرض إسرائيل، فما عملوا إيه بقى؟ دولة إسرائيل بتستعين بمعهد تمبل الأمريكي بميزانية ضخمة جدا يدور على البقرة دي في كل أنحاء العالم والمعهد ده من سنة 87 بيشتغل في هذا الموضوع علشان يعثر على هذه البقرة الحمراء من خلال حصوله على أموال تبرعات كتير، بيلموا فلوس كتير، فعلاً سنة 22 علشان كده أبو عبيدة بيقول لهم خلاص الإسرائيليين جاهزين لهزم المسجد الأقصى علشان كده بيمارسوا هذا الإجرام الذي نراه فبيقولوا هم جابوهم جابوا خمس أبقار مرشحة لأن تكون هي البقرة المنتظرة من ولاية تكساس الأمريكية فبيقولوا هم بقوا جاهزين خلاص هل هذه البقرة هي التي ستحسم الحرب؟ هم شعب ظالم متجبر قتلت الانبياء والرسل هم الذين لا يؤمنون كانوا لسه راجعين شايفين فرعون وهو بيغرق وموسى وعدى وبعدين سابوه قالوا اذهب انت وربك فقاتلا هؤلاء هم اعدائنا هؤلاء هم الذين يقتلون الابرياء كل يوم بدم واخلاق بارده وسيئه